تستكمل محكمة جنايات الجيزة اليوم الاستماع إلى مرافعة الدفاع في محاكمة 44 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بتنظيم أجناد مصر. ويواجه المتهمون في القضية تهم ارتكاب جرائم إرهابية وزرع عوات ناسفة مستهدفين العديد من الارتكازات الأمنية وأقسام الشرطة والمنشآت الحيوية. وفي قضية أخرى تنظر جنايات الجيزة محاكمة 379 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية ممن شاركوا في الاعتصام المسلح بميدان النهضة بالجيزة، حيث يواجهون تهما بارتكاب جرائم القتل العمد والتخريب وتشكيل عصابة مسلحة.